Thank mm -hmm. you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين جميعا والسلام عليكم ايها المشاهدون الكرام ورحمه الله وبركاته حديثنا كان حول كلمات الامام الحسين سلام الله عليه حيث اتخذناها من بدايه ثورته نحو كربلاء فكان للحسين عليه السلام في كل موقف وفي كل منزل كلمة كلمة وخطبة، وكانت في هذه الكلمات والخطب مواعظ وتذكير للناس وعقائد وعلوم، عقائد الإمامية أو عقائد من يتمذهب بمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه مجمعين فمن منزل إلى منزل موعظة ومن منزل إلى منزل خطبة للإمام ومن منزل إلى منزل وهو يقترب من ذلك اليوم الذي انتخبه الله سبحانه وتعالى له مستشهدا ومحل شهادة كان يتخذ الامام سلام الله عليه من تلك المنازل منابر فسار من ذات عرق الى الثعلبيه وفي الثعلبيه خطبه وموعظه وفي الثعلبيه منبر وبيان للامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول الراوي ثم سار الحسين صلوات الله عليه حتى نزل الثعلبية وقت الظهيرة فوضع رأسه فرقد ثم استيقظ فقال قد رأيت هاتفا يقول أنتم تسرعون والمنايا تسرع بكم إلى الجنة فقال له ابنه علي يا أبا أفلسنا على الحق وفي طبعا نسخ أولسنا على الحق فقال بلى يا بني والله الذي إليه مرجع العباد فقال يا أبا إذا لا نبالي بالموت بحيث هنالك تكمل في بعض النسخ أوقع علينا أم وقعنا على الموت فقال له الحسين عليه السلام جزاك الله يا بني خير ما جزى ولدا عن والده ثم بات عليه السلام في الموضع المذكور يعني في الثعلبيه فلما اصبح اذا برجل من الكوفه يكنى ابا هره ابا هره الازدي قد اتاه فسلم عليه ثم قال يا ابن رسول الله ما الذي اخرجك عن حرم الله وحرم جدك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال الحسين عليه السلام: ويحك يا ابا هره ان بني اميه اخذوا مالي فصبرت، وشتموا عرضي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت، يعني على طلب الدم، شوفوا هنا ملاحظه مهمه. الامام عليه السلام ما يقول فصبرت او سأصبر لأن هنا على الإنسان أن يدافع عن نفسه وعن دمه بل يضحي بهذا الدم في سبيل الله وأن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فالإمام يقول أخذوا مالي اللي هو ذلك المال يعني اللي كان في بيت الإمام عليه السلام بل المقصود هو المال المخصص للإمام عليه السلام من الألفال من الزكاة من الخمس وغير ذلك وشتموا عرضي فصبرت حيث تجرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا يشتموا عليا صلوات الله وسلامه عليه على المنابر وطلبوا دمي فهربت أما في الدم بعد هنا يلزم الإنسان أن يجاهد في سبيل الله بالسيف أو السلاح وإيم الله لتقتلني الفئة الباغية، وليلبسنهم الله ذلا شاملا، وسيفا قاطعا، وليسلطن الله عليهم من يذلهم. يعني هنا الإمام عليه السلام يقرأ المستقبل هكذا حيث حدث لأهل الكوفة وما ورد من الحجاج والحكومات الظالمه حتى يكون اذل من قوم سبا اذ ملكتهم امراه حتى يكونوا اذل من قوم سبا اذ حكمتهم امراه فحكمت في اموالهم ودمائهم وحقيقه من يراجع تاريخ الكوفه او تاريخ العراق ليرى كم من الحكام الظلمه الذين ظلموا هذا الشعب وذلك بفعل الاجداد الذين لم يقفوا الى جانب الحسين صلوات الله وسلامه عليه بل خانوا في عهودهم ووعودهم وكتبهم للامام صلوات الله وسلامه عليه ومن ثعلبيه الى منزل اخر يقول قال الطرماح ابن حكم لقيت حسينا عليه السلام وقد امترت لاهلي ميره فقلت اذكرك في نفسك لا يغرنك اهل الكوفه فوالله لئن دخلتها لَتُقْتَلَنَّ وَإِنِّي لَأَخَافُ أَنْ لَا تَصِلَ إِلَيْهَا فإن كنت مجمعا على الحرب فانزل أجأ فإنه جبل منيع منطقة جبلية ربما كانت في طريق الإمام صلوات الله وسلامه عليه أو على الإمام أن يغير ذلك المسلك وذلك الطريق منطقة اجا العسكرية هنالك طبعا كان ملاذ امن للامام حيث اقترح عليه الطرماح ان يلجا الى ذلك المكان والله ما نالنا فيه ذل قط يظهر الطرماح كان عنده تجربة في ذلك المكان او هو منزله اللي يقول والله ما نالنا فيه ذل قط يعني كانه حصن منيع في منطقه التي ما كانت في محط الانظار والاعين يدعو الامام سلام الله عليه ان يلتجئ الى ذلك المكان وعشيرتي يرون جميعا نصرك يعني الطرماح دا يعطي لل إمام عليه أفضل الصلاة والسلام نوع من الأمان أنه يلجأ إلى عشيرته حيث ينصرونه فهم يمنعونك ما أقمت فيهم ما دام أنت موجود في منطقة أجاء إحنا راح ننصرك وندافع عنك ونحمينك هنا نشوف ما هي كلمة الإمام فقال إن بيني وبين القوم وعدا أكره أن أخلفهم فإن يدفع الله عنا فقديما ما أنعم علينا وكفى وأن يكن ما لا بد من ففوز وشهادة إن شاء الله الإمام سلام الله عليه يعني يقول مع ما أنه هنالك أكثر من دليل واحد وشاهد على أن هنالك خيانة من أهل الكوفة لكن أنا وعدتهم فأنا على الوعد فإن كان ذلك تلك الخيانة عرفت لولا فإن فان يدفع الله عنا ان خرجنا سالمين من الكوفه فقديما ما انعم علينا وكفى الله سبحانه وتعالى هو الساتر وان يكن ما لا بد منه وهو القتل ففوز وشهاده ان شاء الله